بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يؤكد قضية كونية محسة مشهودة يخاطب رسوله أولا ويخاطب المؤمنين تبعا بقوله ألم ترى. وترى وظيفة العين، وليس رسول الله ولا المؤمنون به ممن شهدوا أن الله خلق السماوات والأرض، ولكن الحق يقول له ألم ترى. فترى هنا معناها ألم تعلم، لأن الرؤيا وسيلة من وسائل الإدراك والعلم. ولماذا عدل أسلوب القرآن عن قوله ألم تعلم إلى قوله ألم ترى؟ ليدلنا على أن ما يعلمنا الله به من حق أصدق مما تعلمنا به العين. فإذا قال الله ألم ترى أي ألم تعلم علما مؤكدا، لأن عينك ربما تخونك في الرؤيا أو تخدعك بالإبصار، ولكن إذا قال الله لك ألم ترى فاعلم أنه علم موثوق به. لذلك قلنا سابقا إن الله حينما خاطب رسوله بأمر الفيل الذي ولد عامه صلى الله عليه وسلم قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ورسول الله ولد عام الفيل ولم يشهد المعركة، ولم حياته لم تشهد المعركة، وهب أنه كان موجودا فليس له إدراك ليعلم، ولكنه يقول له إذا قلت لك ألم ترى فاعلم أني أريد أن أقول لك ألم تعلم علما مؤكدا أصدق من رؤية عينك. وليس مع العين أي ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض. ومؤكدات العلم في القضية الحسية المشهودة أن المخلوق هو المرئي وهو السماوات والأرض، ولكن رؤية خلق الله لها لم تكن موجودة. ولكن الحق يقول لك ذلك لأنه إذا ما نظرت إلى كون استقبلك بسماء وأرض وشمس وقمر ونجوم وهواء وأرض وهواء إلى آخره، ولم يدع أحد في الكون أنه أوجدها، فهي لا بد أن تكون موجودة بموجد لم يدعها أحد. فإذا قال الله أنا الذي خلق فقد ثبتت القضية له إلى أن يجيء واحد آخر يقول له لا أنا الذي خلق. خلق السماوات والأرض كما قال الحق الذي خلقها أكبر من خلق الناس، لأن الناس يخلف بعضهم بعضا، يموت بعض ويولد بعض، فالأحداث تنتابع. ولكن السماء والأرض كانت أكبر من خلق الناس لأنها أمر باق دائما إلى أن تقوم الساعة، فمن يوم أن خلق الله الأرض موجودة هذه، ولكن الذين يأتون عليها هم الذين يذهبون. ومن عجيب الخلق الرحمن أن الله سبحانه وتعالى ما خلقه لك سخره تسخيرا لا يخرج عن مراده، وما طلبه منك جعل لك فيه اختيار. شيء عجيب، المخلوق لك مقهور مسخر لا يسز عن هذا أبدا. فلم تأنف الشمس أن تشرق، ولم يأنف المطر أن ينزل، ولم تأنف الأرض ولم تضن بخيراتها لتعطيك لها، إذا مسخرة لك لأنها مخلوقة لك، فما خلق لك مسخر مقهور لخدمتك.
وما طلب منك تكليفا أنت مخير فيه. أهناك رحمانية أعظم من هذا؟ المخلوق لك مسخر لا يشذ، والمطلوب منك أنت فيه مخير. إن شئت آمنت، وإن شئت والعياذ بالله لم تؤمن، وإن شئت أطعت، وإن شئت عصيت، ولكن المخلوق لخدمته ليست له هذه المشيئة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن فالرحمانية أولا سبقت لنا قبل خلقنا، أقدمتنا على وجود مهيئ لنا. ومن العجيب أن الخلق الذي وجد لنا استبقاء لحياة واستبقاء لنوع يتركز في أشياء، أشياء لا دخل لنا فيها ولا تتغير أبدا، وهي الأشياء العليا السماوات والأرض والشمس والقمر ثابتة، وأشياء مخلوقة لنا ولكنها تتغير، وأشياء التغيير فيها قسمين، قسم يتغير ويأتي بدله كالنبات يذهب ويبقى حصيد، وبعدين يجي نبات تاني ويذهب ويبقى حصيد. كل دي حيوانات بتخدمني برضو تموت ولا ناكلها وتطلع لنا خلق 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 خلق، وخلق يتغير مع إبقاء عناصره وإن تغيرت مادته كالجمادات اللي بنشوفها، الجبال والأرض وعناصره، وكل يوم نكتشف منها وتعطينا. إذن فالمخلوقات للإنسان التي استقبلت الوجود الإنساني نوعين، نوع لا دخل للأغيار فيها عليا، ونوع فيها فيه دخل للأغيار مع بقاء مادتها اللي هي الجمادات، ونوع تتغير أنواعه وأجناسه. كل هذه الأشياء تدلنا على أن الحق سبحانه وتعالى له صفتين، صفة القدرة والقهر، يقهر ما يشاء على ما يشاء لا يتغير، وصفة الاختيار يخلقها للإنسان. صفة القدرة التي سخرت بها الأشياء التي لا تشذ عن خدمة الإنسان أثبتت القدرة والسيطرة، وأن شيئا لا يخرج عن مراده أبدا. وأما صفة الاختيار في التكليف الإنساني فشاء الله أن يثبت بها المحبوبية له، لأن الذي يطيع الله وهو قادر أن لا يطيع دل على أن محبوب الله هو هذا. يبقى ربنا أثبت بالتسخير القدرة وأثبت بالتكليف لاختيار الحب. الحق سبحانه وتعالى حينما قال ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، وكلمة بالحق وردة في أشياء كتير، ويقول ما خلقنا السماء والأرض إلا بالحق، ما خلقنا السماء والأرض وإنهما لاعبين. كل دي ليدل على إيه؟ على أنها مخلوقة، السماء والأرض على هيئة ثابتة. هيئة ثابتة دي جعلت مدارس الفلسفة تستقبلها استقبالين، استقبال من يريد أن يؤمن ومن يريد أن يكفر. واللي يكفر فيه شقين، أخذ من ثبات قوانين الشمس والقمر والأرض دليل على إن ما فيش إله. الله ليه؟ أم قال لك لأن لو في إله كان يغيرها مرة كده ولا كده، ده ميكانيكا ماشية دي مالهاش. واحد تاني قال لك لا، ده الشذوذ في الكون دليل على إن ما فيش إله. الله بقى واحد يقول الثبات دليل على ان ما فيش اله، لان لو فيه اله كان يغير المسائل شويه كده، ما تمشيش ميكانيكا كده. والتاني قال لا، ده وجود الشذوذ في الافراد وفي الانواع يدل على ان ما فيش اله حكيم، وحاجات بتشذ منه يطلع اعمى يطلع اعور يطلع اعرج يطلع. قال له اذا انت تريد التغيير دليل الايمان، والثاني يريد ايه؟ الثبات دليل الايمان. مدرستين وفي عصر واحد، بخنر واجيب الاثنين يقول، واحد يقول كده واحد ده دلنا على ايه؟ على ان ما دام القضيتين متعارضتين، بقى انت بتكفر بالله لان نظام الكون العالي ماشي ثابت، وبتقول لو كان في اله كان يغيرها شويه كده وبتاع، وانت بتكفر علشان بتشوف شذوذ في الكون. ايه التناقض ده؟ ما تتفقوا على حاجه. ان كنت تريد الثبات دليلا او تريد التغيير دليل، المدرسه الثانيه فعندنا الاثنين، عشان ما فيش واحد منكم يجب. ليه؟ قال لك إن نظرت إلى الكون الأعلى تجد ثباتا مستقرا لا يتخلف.
فيا من تنظر في ثبات الأكوان دليلا لوجود إله خذها، ويا من تريد ثباتا لوجود الإله بأن القضية ما تبقاش عامة ويخلفها أو بيخلفها، تيجي الواحدة من دول تخلف واحد يطلع أعرج، واحد أعمى، واحد بفتح، واحد بصير، واحد طويل، واحد قصير، واحد، فإن أردت الشذوذ فهو موجود لتدل على طلاقة قدرة فوق الميكانيكا، وإن ترد الثبات تبقى تدل على حكمة الخالق. فيا من تريد هذا تجده، ويا من تريد هذا تجده. والذي يريد أيضا سنقول له كذلك آيات الكون تشذ ويختل فيها الناموس الكوني عشان يثبت صدق معجزة. النار بطبيعتها الإحراق، طبيعتها دي مش ميكانيكا بقى، لا ده إرادة خالقها أن تحرق، بدليل إن لما يعوزها تفضل نار ولا تحرقش يقول لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فما من تريد سيطرة الحق على النواميس العليا هي موجودة في المعجزات، ويا من تريد الشذوذ هي موجودة في الجزئيات. طب ولماذا لم توجد في الكليات؟ أم قال لك لأنها لو وجدت في الكليات العامة لفسدت السماوات والأرض، فخلها تيجي في المسائل اللي تتغير. إنسان يجي واحد يبقى إن فسد نوع بعرج أو عور أو إلى آخره يبقى فيها غيره إيه سليم، لكن الكون الأعلى ده إن فسدت قضية في السماء والأرض يختل الكون ولا ما يختلش؟ إذن فيا من تريد الثبات لك دليل، ويا من تريد عدم الثبات لك دليل. كل حاجة مخلوقة بالحق، أي بالشيء الثابت الذي لا يتغير. وليدلنا على ذلك قال أنا خلقت السماء والأرض وما بينهما بالحق، ما خلقتهمش لعب. إيه الفرق بين الحق واللعب؟ اللعب واحد يعبس في حاجة وزي ما تطلع، إنما اللي بيخلق بالحق خلقها بإيه؟ بموازين دقيقة مضبوطة محكمة. العيل لما يجيب حته الطين كده ويقعد يلعب فيها وتطلع له اي شكل، انما اللي بيخلق حاجه من الطين عايز اخلق دي اخلق دي اخلق دي اخلق دي، بيعملها على نظام ثابت له قضيه تحكمه من الايه من الحكمه والحق. اذن ما دام الكون الاعلى ثابت لان الله خلق السماوات والارض بالحق، فان اردت ثباتا في حركتك الاختياريه فخذ المنهج الذي انزله الله بالحق. إن أخذت المنهج الذي أنزله الله لحركتك بالحق ثبتت قضاياك كلها كما ثبتت القضايا العليا، ولكنك لأنك تخرج عن منهج الحق باختيارك بتجد فساد. فإن أردت عدم فساد فخذ الحق الذي أنزله الله لسلامة حركتك وهو منهج القرآن، لتستقر لك الأمور كما استقرت في الأكوان التي لا تملكها. والدليل على ذلك أن فساد الكون لا يأتي إلا فيما للإنسان دخل في حركته الاختيارية. أما الإنسان اللي ملوش دخل في السماء، ملناش دخل في الشمس ماشية تمام، ملناش دخل في الهواء ماشية تمام، ملناش دخل في الساعة ماشية تمام، ملناش دخل في عناصر الأرض ماشية تمام، إنما الأمور اللي لنا فيها اختيار هي اللي بتفسد. واحد يملك لأنه عنده قدرة وحركة ومش عارف إيه، واحد ما إيه ما يملكش وده يظن على ده يبقى فيه فساد. فساد في ايه؟ في عورة فيه في المجتمع لانه خالف حكما من احكام الحق التي انزلها الله. فاذا رأيت فسادا في المجتمع من اي لون من الالوان فابحث ما حكم الله المضيع حتى ينشأ هذا الفساد. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم في سورة الرحمن، يعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان، قال ايه؟ السماء رفعها ووضع الميزان، وشفت الامور مستقيمه فيها ازاي؟ خسوف يجي تمام، كسوف يجي تمام، مش عارف شروق تمام، الله الله، كل حاجه موزونه. السماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. تبقى نعود في ثبات اموركم دلوقتي كده، اعملوا زي مين؟ زي الميزان اللي مضبوط دول، واقيموا الوزن بالقسط وايه؟ ولا تخسروا الميزان. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ وما دام خلق السماء والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. أنتم معوجين، يستطيع الحق سبحانه وتعالى بطلاقة قدرته إن يذهب بكم ويأتي إيه؟ بخلق جديد، ولكن ذلك ليس مراد. ليه؟
أم قال لك لأن الله كما قلنا يريد أن يثبت بالاختيار الموهوب للإنسان من يقبل على الله وقد ملكه الله أن لا يقبل عليه. شوف بقى مين اللي هيجي له كده. وضربنا مثل لذلك ان الانسان يكون عنده اثنين خدم او عبيد زي زمان، واحد مثلا اسمه كذا وواحد اسمه، واحد ايده بسلاسل وواحد تركه حر مختار. فاللي مأيده بسلاسل قال له يا سعيد، سعيد لا يمكن ان يأبى ان يجيء، مربوط بالسلسلة. والتاني يقول له يا سعد، يجي وهو سايب. فاذا اقبل الاثنين على بعض ايهما يثبت المحبوبية للطالب؟ المطلق. انما المقيد ده ما يثبت، يثبت القدره بس، يثبت قهر القدره، انما ما يثبتش الايه؟ المحبوبيه ولا الاختيار. ان يشا يذهبكم وياتي بخلق جديد، ان طلاقه القدره، ولكن مراده ان يكون ذلك. كن مخلوق لك مسخره ما يخرجش عن خدمتك، ومطلوب منك تكليف يسيبك فيه مختار. فعايز احسن من كده ايه بقى؟ الذي لك مقهور لخدمتك، واللي مطلوب منك انت حر تعمله ولا ما تعملوش انت حر. في حلاوه احسن من كده؟ في حلاوه احسن من كده. ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد. ولذلك هناك يقول ايه مثلا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. ومن يبخل؟ فانما يبخل على نفسه، والله الغني وانتم الفقراء، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا ايه امثالكم. وياتي مثلا في قضيه عوز يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانه العلم للساعه فلا تمترن بها. طيب هو علم للساعه فلا تمترن، وهذا صراط مستقيم. ولما ضرب ابن مريم اذا قومك منه يصدون، وقالوا آلهتنا خير ام هو، ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون، ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل في طلاقه القدره ان تخلق بلا اب. ولو نشاء لجعلنا منكم أنتم ملائكة في الأرض يخلفون. إذن لا يوجد شيء يتأبى على مرادات الحق ولا على قدرة مين. وهناك فلا أقسم إيه، أعوذ بالله من الشيطان، فلا أقسم برب المشارق والمغارب، إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منكم وما نحن بمسبوقين. معنى وما نحن بمسبوقين يعني اللي نطلبه ما يسبقناش نلحق ونجيبه، ما حدش يسبقنا بقى. نعم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الشيء العزيز هو الممتنع، الله لا يغلب، ما فيش حاجة تمتنع عليه أبدا. نعم. لما نقول الشيء ده عزيز ونادر وما يمكنش، ما ذلك على الله إيه بعزيز. وقد بين لنا في جزئيات الحياة إنه بيذهب لنا بنبات ويجيب لنا نبات، ويذهب بحيوان ويجيب لنا حيوان، والعبد المختار أيضا اللي هو المكلف بيروح جماعة ويجوا إيه ويجوا جماعة. المسألة مش وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا. برزوا، ما هو البروز؟ البروز أن يظهر شيء كان خفيا، كان مختفي ثم إيه؟ ثم برز. ومنه يستعملون يقولك فلان رجل بارز. بارز يعني إيه؟ يعني مش تايه في غمار الكون، يعني مرموق قيد الأبصار، أي العين ما تفتح إلا عليه هو يشاف. اسمه رجل إيه؟ ويقال امرأة برزة. امرأة برزة تختلط بالرجال وتتكلم وياهم، مش مستترة يعني، ومش وربنا هيقول لنا برضو على الارض بعدين. شوف الارض الواسعه دي كلها قدامني، وترى الارض ايه بارزه. بقى ربنا بيقول هتشوفوا الارض بارزه، طب احنا بنشوف بقعه منها، كل واحد يشوف بقعه. لا، فبصرك اليوم حديد، هتشوف كل الارض بارزه، وتشوف الحشر جاي من هنا ومن هنا، اكن الارض كلها قدها بالنسبه لك، ترى الارض ايه بارزه. اذا ومنه فرس بارز، يعني لما الخيل تسابق يقوم اللي يسبق يبقى اسمه فرس ايه بارز، يعني خد السبق. بارز من ايه يعني؟ هو بقى واضح كده، لان لما الخيل تجري للسباق تسير بسنابكها عسيرا، اي ترابا. التراب ده يضبب المرئي. ساعة التراب ما يضبب المرئي نشوف
اللي ماشي قدام قوي مفيش غبار يضبب عليه، واللي ماشي بعدين اللي قبله يديله غبار وما يشوفوش، يبقى فرس بارز يعني ايه؟ لم يضببه الغبار، دليل على انه ايه؟ على انه هو الاول، ما جاش غبار ايه؟ يضببه. وبرزوا لله جميعا. طب أهناك أشياء كانت خفية على الله ثم برزت؟ طب ما يخفش عليه شيء. لا، قال لك وبرزوا لله جميعا عند أنفسهم، شافوا نفسهم أنهم واضحين أمام الله. كانوا الأول يستخفون من الناس ولا يستخفون، فاهمين أنهم بيدروا عن ربنا. اللي يعمل عملية مثلا مش عارف مخالفة هيحاول يعمل إيه؟ يبيت، يمكر، يدريدي، هو فاهم انه مش هيشوفه، انه مش هي في يوم القيامه تنفضح مسائلهم. وبرزوا لله جميعا اي عند انفسهم، ما فيش حاجه ايه؟ ما فيش حاجه مستخبيه. وبرزوا لله جميعا. طب جميعا يعني كلهم، كل الخلق، او برز كل واحد جميعا؟ ليه؟ ام قال لك لان الخلق مخلوق على لونين، لون مقهور فيه، الإنسان مقهور فيه ملوش إرادة، ولون مخير فيه. اللون المخير فيه ده بالنسبة للون اللي مقهور فيه قليل. ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان الذي تعود أن يتمرد على الله فكفر به، أو يتمرد على الله فيعصيه، نقول له أنت ألفت التمرد على الله، اللي يريده منك بتقول لا مانيش طايع، مانيش مؤمن، خلاص عرفت دي وجريء فيها قوي وتجاهر بالكفر وتحارب من أجله وتعمل لك مظاهرة، إذن أنت ألفت الخروج عن مرادات الله منك. فإن كنت صادقا في أن هذا الخروج ذاتي فيك فتمرد على القهريات التي تنتابك، تمرض قوله لا مانيش مارد، هتموت قوله لا مانيش ميت، ما دام انت متمرد على اقدار. اذا انت بتتمرد على الفعل التكليف اللي انت مختار فيه، انما في امور اخرى ما بتتمردش فيها. فلو كنت صادق بانك لك ذات مستقله تمرد على كل ايه، ولكنك تتمرد على ما وهب الله لك فيه اختيار، والذي لم يهب الله لك فيه اختيار قاحر ماشي طوال. ان قول مش هعي، قول مش هفتقر، قول مش هضعف، قول مش هفقد للولد، قول مش هفقد مال، انت متمرد. لا، في اشياء ما بتقدرش تتمرد عليها، مما يدل على ان ملكيه الله لك لا تزال بالقهر فيك. ويبقى تمردك على الفعل المختار اللي انت مختار فيه دي، انت بتتمرد من باطن الذي جعلك مختارا، ولو شاء جعلك لا ايه؟ لا تتمرد ولا اي ايه. طيب اذا انت في قسمين، قسم مسخر لا سلطان لك فيه القهريات كلها، وقسم انت فيه مختار في الامور التكليفيه. هيجي يوم بقى يسلب منك الاختيار، يسلب منك الاختيار، وبعدين واحد يملك رزق واحد، واحد يملك يعين واحد، واحد يملك يرفد واحد، واحد يملك يحسن على واحد، ويملك انه كتير. نقول له طيب تعالى بقى في يوم القيامه بقى هذه المسألة تسلب منك، ولا تقدرش تتمرد ولا اختيار لك أبدا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أنت يبقى برزت لله بكل تكوينك، برزت لله بكل إيه؟ تكوينك، إنك أنت مقهور على كل حاجة، واللي أنت كنت زمان مختار فيه ما عادش فيك ليه إيه؟ ما عادش ليك فيه اختيار. إذن وبرزوا لله جميعا، إما أن يكون الجميع أي الناس كلهم متبوعين وتابعين، وإما أن يكون جميعا دي يعني كل فرد برز لله بجميع تكويناته، فلم يعد له اختيار في إيه؟ فلم يعد له اختيار في شيء. وبرزوا لله جميعا. فقال الضعفاء، الضعفاء قالوا لمين؟ للذين استكبروا. يبقى فيه نوعين اثنين، نوع مستكبر وهم القادة وهم السادة، هم الذين يلقون أوامرهم والباقي ينفذ، والضعيف بينفذ ما لهش رأي ولا له أي حاجة. يبقى دول السادة متبوعين والضعفاء
التابعين ساعة ما يشوف الحكاية وبرزوا لله جميعا وما حدش لا بقى سادة ولا بقى حاجة خلاص انتهت المسألة تساوت الرؤوس بينا ويا بعض كلنا الضعفاء يجدوا لهم عذر يقولوا ايه هيقولوا زي ما قال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا ادهت لهم ضعف من العذاب عذاب لهم هم وعذاب علشان هم ضعيف ضللونا طب الله طب ربنا بيعرض علينا الحكاية اللي هتحصل دي ليه قال لك ايوه عشان ميزان التبعية في الكون يستقيم إياك أن تتبع في أمر إلا من يستطيع أن يأتي لك بخيره وإن جاء لك شر يستطيع يدفعه عنك أما المسألة تبقى كده كده واحد ما رئيس يأمر مثلا بظلم فالمرؤوس يروح إيه منفذ قول له هتنفذ الظلم بتاعه ده إلا إذا كان إن جالك مخالفة أو جالك قضاء يبقى يقدر يدفعها عنك تنبه جيدا فلا تعطي زمام قيادك في حركة حياتك إلا عن إيه إلا عن بينة تقول ده إيه هيوديني فين ليه لأنه حقيقي كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك يجي مثلا الرئيس يقول له اعمل دي مخالفة للقانون ده دي مخالفة للقانون ولا بتاعه بس اعملها ويعملها أهو لو إنه فاطم بقى إلى إنه يجي يوم وبعدين يسألوه عنه ودك ما يقدرش يعمل له حاجة لأنه محاسب رخر زيه يبقى إذن الموقف يشرحه الله لماذا علشان بده يقول أن منهجي بريء الذمة أنا قلت لكم على كل حاجة قلت لكم على اللي ممكن يحصل فيجب أن إيه أن تتنبهوا جيدا إلى أن لا تلقوا زمام أموركم لمن تتبعونه إلا بإيه بروية وبحكمة وتشوف أيدلك على خير أم يدلك على شر وإن كان حيدلك على شر يستطيع إذا أصابك مكروه من هذا الشر أن يدفعه عنك ولا ما يدفعه شيء فإن لم يكن هذا كن على بينة من إيه من أمر ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى في سورة الرحمن لما يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان بأي آلاء الآلاء هي النعم يقوم يجيب الآية دي كما يقول المستشرقون آيات بعد عذاب مش نعمة ولا أي حاجة طب قول لي ما فيش خلق الإنسان أعلمه مش عارف البيروة مش عارف أول خلق الإنسان صلصلك الفخار وخلق الجنة مارج من نار فبأي آلاء صحيح نعمة إنما أي نعمة في قوله سبحانه يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران طب ودي نعمة إيه دي وبعدين يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان قال لك لأنه حين يعظك في الحياة لأمر من الأمور يبقى دي نعمة أنه رحمك ما دام وعظك زي ما تقول للولد المهم يا ولد اوعى احسن ما تعرفش تجاوب وبعدين تسأل وبعدين تبقى هزء في البيت وهزء نصيحتك دي له نعمه يعني ما جعلتوش يقبل على مسائل الحياه مغمض بل وضحت له كل ايه ولذلك دي مساله بياخدوها على الاسلام يقول لك يا اخي اللي القران اللي بيقول لا اكراه في الدين وبعدين يقول لك اللي يبقى مسلم ويرتد نعمل فيه ايه نقتله هو ده يبقى فيه إكراه دي أنا أقول لا ده كله يعرف أنه إذا دخل الإسلام وبعدين حب يخرج منه حنقتله يبقى لا يدخل إلا على بصيرة مش هيدخل إلا على إيه يبقى بده سهل على الناس الإيمان ولا بده صعب على الناس الدخول الإيمان ده عايز صعب على الناس يقول له كن على بصيرة كن على بينة اوعى تدخل الإسلام كده لأنك إن دخلت الإسلام وبعد ذلك خرجت منه هنقتلك يبقى ما يدخلش إلا هو إيه بقى إلا هو واثق متأكد يبقى عرض القضية وبرزوا لله جميعا فقال الحوار بقى فقال الضعفاء للذين استكبروا استكبروا على مين استكبروا على الضعفاء بما لهم من قوة وجاه وسيادة أو استكبروا على الرسل إيمانا نؤمن لذلك يعمل لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اشمعنا ده اللي جاي يبقى إما أن يكون قد استكبروا على الأتباع بما لهم من جاه ونفوذ فالأتباع ما يقدرش يخلفوه أو استكبروا على الرسل فلم يؤمنوا وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فشمعنا هتتخلوا عنا دلوقتي ما تخلينا برضو أتباع لكم دلوقتي وتشوفوا الجاه بتاعكم وتشوفوا لنا حتى عملوا لنا صرفة إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء أما تقريع إيه دي ده تقريع وخزي وفضيحة لمين للتابع وللمتبوع
يبقى للتابع، لانه ما عملش على بصيره وشاف هيدي زمامه لمين، وللمتبوع بانه غشهم وايه وكذب عليهم وخدعهم والى اخره في امر لا يغني عنهم من اي شيء. انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ هنا الاسلوب القراني، لان اللي بيتكلم رب لازم نشوف ان كل حرف جاي لمعنى. هنا يقول لك إيه؟ فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ من هنا ومن هنا. أما لك ايوه قد تكون من بيانيه، هل انتم مغنون عنا بعض العذاب مش كله من شيء، يعني من العذاب من بيانيه، زي اعطني من الكلى من القمح، من الكلى دي من القمح، يبقى من الكلى يعني بعضه، ومن القمح يعني النوع اللي هناخد ايه منه، او ان بده يسهلها عليهم ويقول لهم طب بس يعني مش عايزينكم تشيلوا العذاب كله، شيلوا ايه بعض العذاب، ومش بعضه، بعض من بعض، بعض من بعض، يبقى اذا كنتوا مش قادرين تشوفونا من ايه، بعض من ايه، من بعض. واحد قدامه جنيهات يقول له اديني من الجنيه يعني مثلا، يقوم ما يرضاش، يقول له طب اديني بعض منه يعني 10 ساغ ولا 5 ساغ من البعض، بعض من بعض. قالوا ردا عليهم، شوف بقى ردوا المسألة إلى الله الذين تأبوا على الإيمان به. ما هي مسألة مكشوفة دلوقتي ما فيش فيها. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. عايزين يعملوها في مين بقى؟ يلقوا التبع على مين؟ على الله. لو هدانا الله يقولهم يا كذابين، الله هدى، لأن معنى الهداية إيه؟ أن يدلني على طريق الحق. أدل أولم يدل؟ دل. يبقى لو هدانا الله لهديناكم، يقولهم كذابين لأن الله هدى، لأنه قال في القرآن نفسه أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى الهدى هنا إيه؟ الدلالة. لكن اللي يقبل على الله ويؤمن به ويستقبل منهجه بصدر مشروح يعطيه الله بعد الدلالة على سبيل الخير معونة على الخير. يبقى فيه ايه؟ هدايتين، والذين اهتدوا زادهم هدى. انما اللي كفر به يعينه ازاي؟ ما يعينوش. يبقى تفضل على الهدايه ايه؟ هدايه الايه؟ الدلاله. لو هدانا الله لهديناكم. طب لكن هم بيقولوا هل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ يعني شوفوا لنا صرفه تصرفوا عنا بعض الايه؟ العذاب، وما دام تصرفوا عنا العذاب تودونا الى الايه؟ الى طريق الخير. قال والله لو كان ربنا خد بايدنا للخير كنا خدناكم ويانا وبقينا تبع، انما انا كنت تبع لنا في الدنيا وكنا نملك اننا، انما دلوقتي ما فيش. يعني لو هدانا الله الى طريق الخير والى الجنه نهديكم، انما ربنا ما عملش ويانا كده. بعد ذلك الانسان اذا وقع في مازق من اقوى منه ولا فجوة فيه للنجاة ماذا يصنع؟ يستقبلها استقبالين اثنين. الاستقبال الأول أنه يجزع ويتضرع، الاستقبال الثاني أنه يصمد ويصبر. هذا استقبال الأحداث، الأحداث التي لا تقوى على دفعها الواحد يستقبلها استقبالين اثنين، إما أن يتضرع إلى موقع الأحداث وإما أن يصبر. فهم قالوا إحنا سواء جزعنا أو صبرنا ما لنا من إيه؟ يعني سواء عليهم صبروا او لم ايه، يعني الضراعه والمش عارف ايه مش نافعه، والصبر والتجلد كده برضو مش ايه، ما هيش نافعه. سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص. المحيص حاصة معناها ايه؟ ما لنا من محيص، المعنى العام ما لنا لا منجا ولا ايه ولا مهرب. يبقى ما لنا من محيص لا منجا ولا ايه. طب يبقى المحيص، وما دام ما لناش محيص يعني لا منجا، يبقى المحيص هو ايه؟ حاصه في المكان، يذهب الى هنا ما يرتاحش، يذهب الى هنا ما يرتاحش، يذهب الى هنا ما يرتاحش. ولذلك حتى التعبير العام عندنا يقول لك لفلان حايص. حايص يعني ايه؟ يروح الحته دي ما يرتاحش، يروح الحته دي ما يرتاحش، يروح الحته دي ما ايه.
يبقى ما دام بيروح هنا ما يرتاحش وهنا ما يرتاحش يبقى ما فيش مكان قبله. ولذلك يقال نبت بهم الارض، كل ما يروح حته ما ايه. ولذلك يشرح الحق سبحانه وتعالى هذه القضيه النفسيه، يشرح وضعه حتى اذا ضاقت عليهم الارض بايه. طب تضيق الارض بما رحبت، يروح هنا ما يرتاحش، يروح هنا ما يرتاحش، يروح هنا ما يرتاحش، يبقى حايص خلاص كده. ومش بس ضاقت عليهم الارض بما رحبت، قال لك قد تضيق الارض بما رحبت ولكن نفسك تتسع لنفسك وضاقت عليهم انفسهم. يبقى اذا الارض ضاقت مش عارف يروح هنا ولا هنا، طب نفسك تسعك بقى، نفسك تسعك برضه وضاقت. مش احنا انت تقول ايه انا مش طايق نفسي، مش بيحصل كده لما تيجي حاجه كده، انا مش طايق نفسي، انا كاره نفسي، يا ريت عمرو مش عارف اسمها ايه. مش ضاقت الارض بس، ده ضاقت الذات عن حمل الذات. طب اذا ضاقت الذات عن حمل الذات، هم في ذاتين وضاقت عليهم انفسهم، ايه هم ايه؟ طب ما هي نفسه. كان الانسان له ايه، له صورتين، الصوره التي تزين له الشهوه، ولما تزين له الشهوه وينزلق يرجع الى الصوره اللي ايه، اللي كره الشهوه، تقوم نفسه حتى تسع، ونفسه تسع يمكن يجد له عذر يقول ولدي حتى يجدوها ابدا. برضه وضاقت عليه، ضاقت عليهم الارض وما رحمت، وضاقت عليهم ايه انفسهم. ما لنا من محيص. الله 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 الله. وقال الشيطان، يا سلام، ارتقاء في الحوار. ليه؟ قال لك لان كان فيه الذين استكبروا، اما استكبروا على الاتباع وخلوهم يمشوا وراهم، واما استكبروا على الرسل فلم يؤمنوا. الحوار بين الضعفاء والذين استكبروا، بقي حوار اخر مع الشيطان. الحوار اللي مع الشيطان ده اسمه تصعيد للحوارات. وقال الشيطان لما قضي الامر، اذا سمعت قضي الامر يعني انتهينا الى الوضع النهائي، زي سيدنا يوسف ما قال للايه ودخل معه السجن ايه، وبعدين قال لهم مش عارف اما احدهما فاسك ربه ايه واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه. قضي الامر الذي فيه تستفتيان، يعني انتهينا، اوعوا تناقشوني في الفتوى، هي دي الفتوى وانتهينا، ما تناقشنيش عشان تدحلبني عشان اجيب لك حكم يوافق ما في هواك. زي ما بيحصل يقعد يناقشك في مساله ويقعد يسالك كل يوم الربا يا شيخ حرام ولا حد، يا اخي انت سالت 20 مره، مما يدل على ان امر شائك في ايه، شائك في نفسه، وبده يقعد يجيبك من هنا لهنا علشان ايه، عشان تعمل له فتوى تفصيل. وفتاوى الدين جاهزه، الانسان هو اللي يضبط نفسه على الفتوى، مش نضبط عليه الفتوى، لا ما تنفعش. وقال الشيطان لما قضي الامر وانفضح، ان الله وعدكم وعد الحق. ليه وعدكم وعد؟ لانه وعد بما يملك، وانا وعدت بما لا املك. يبقى وعد كذب ولا لا؟ لان الحق هو الشيء الثابت الذي ايه. ليه وعد الحق؟ أم قال لك لأن الوعد أن تعد إنسان، تعد إنسان بخير زمن يأتي بعد، نقول له خلي رد بالك، أنت وعدته بأمر من الخير يأتيه مستقبلا، فهل تضمن أن تواتيك ظروفك على أن تحقق له هذا الأمر ولا ما تضمنش؟ إن كنت تضمن قال لك ما ضمنش، يبقى أقول إن شاء الله. إن شاء لازم تردها لمين؟ يبقى من الذي يعد وهو واثق من نفاذ وعده؟ الله. وغيره يعد ولا مش واثق، يقوم يقول له ربنا احمي نفسك من انك تبقى كذاب، وبقى اقول في كل وعد تعده للغير ان شاء الله، يبقى حتى لو ما حصلش بقول ما شاءش. لا اعمل ايه بقى؟ يبقى برئت من الكذب ولا لا؟ واضح. ان الله وعدكم وعد الايه؟ وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، يعني وعد الباطل، لأن الحق إيه والباطل إيه؟ الحق شيء ثابت لا يتغير، والباطل لجلج
ومدام الباطل لجلك يعني انت تحكم بيه دلوقتي في وقتك، وبعدين الدنيا ما تخليكش تصدقه. وربنا لما ضرب لنا مثل الحق والباطل، اما الزبد فيذهب ايه، واما ما ينفع الناس كذلك يضرب الله الحق والباطل. وقال الشيطان لما قضي الامر، وقضاء الامر بان الكل واحد بقى استتف، اللي راح الجنه راح الايه الجنه، واللي راح النار راح النار، زي برضه في سفينه نوح قضي الامر واستوت على الايه وقيل بعدا للقوم الظالمين، يعني المسائل وصلت الى الحد النهائي اللي مش حي ايه يتغير. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. انت اخلفتهم ولا حاجه، ده اخلفت برضه كلام يعني جزء كلام خطابي، ده الذي يخلف الوعد يبقى مالك، انا ما قدرتش. ووعدتكم فاخلفتكم، يريد ان يبرئ نفسه وانه يجيب لهم هم التهمه. ازاي دوكم قالوا لو هدانا الله لايه لهديناكم، انما ده الشيطان بقى كان صادق في هذه. ليه؟ قال انا وعدتكم فاخلفتكم، ولكن التبع مش علي. ليه مش عليك؟ قال لانني لم يكن لي عليكم سلطان. ما هو السلطان؟ السلطان ياتي على نوعين، سلطان ياتي سلطان قهري او سلطان اقناعي. يعني واحد له قوه ويجي على واحد يقول له اعمل الشيء الفلاني، يتابه يقوم يرغمه على انه ايه، يبقى سلطان القهر يجعلك تفعل وانت كاره للفعل، ده اسمه سلطان الايه القهر. وفي سلطان الحجه، يقعد يقنعك كده اقناع يخليك انت اللي ايه اللي تعمل، بس باقتناع منك. يبقى في عندنا حاجتين، سلطان يقهر اي تفعل وانت كاره، وسلطان يقنع تفعل وانت تحب. قال انا بدي اناقشكم، هل كان لي عليكم سلطان قهري اقهركم ولا سلطان اقنعكم؟ لا دي ليا ولا دي ايه ولا دي ليا. ليه؟ ام قال لك ما تتهموش في ابليس، وحطوه اعملوا شماعه كده كل حاجه تحطوه عليه. طيب انا لما غويت وخالفت امر ربنا، ما من هو ابليسي اللي قاعد يقول لي ما تعملش كده؟ ابليس لما غوى من كان وسوسه؟ من اللي وسوس له؟ لو كان وسوس له كنا نقول ابليس يحتاج لابليس، وابليس يحتاج لابليس، وابليس، تبقى المساله ما تنتهيش. يبقى اذن المساله ايه؟ المساله مش ابليس، المساله راح يحرك نفسك لتفعل، وما دام يحرك نفسك لتفعل، ولذلك هيقول الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، عملت لكم كده لانكم جايين. والى لقاء اخر ان شاء الله.